وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد الرفاعي عضو مجلس النواب، نرحب فيك في نشرة أنباء الثالثة. وبداية، كيف يعني تسهم هذه اللقاءات بين مجلس النواب ووزارة الإسكان في الوصول إلى توافقات حول الملف الإسكاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت في البداية أشكر قناة البحرين على تسليط الضوء على العمل البرلماني وما يقوم به مجلس النواب والعمل المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين الأعزاء. وكان بالاجتماع برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم وبحضور 10 نواب بالمحافظة الجنوبية. طبعا النواب تقدموا بمرئياتهم وملاحظاتهم لوزارة الإسكان، ووزارة الإسكان طبعا الآن تقدم عديد من البرامج المتنوعة اللي بإمكان المواطنين أن يقدمونها ويحصلون على أفضل خدمات. طبعا كل برنامج تقدمه الوزارة يكون فيه بعض التحديات والملاحظات، لذلك كان النواب حريصين على أن يحصلون يسجلون أكثر ملاحظات مهمة من المواطنين ويقدمونها حق وزارة الإسكان. وكان النقاش أثري صراحة، وكان في تجاوب يعني فاعل من الوزارة، وخذوا جميع الملاحظات وراح إن شاء الله يبتدون في تصريح. نعم سعادة النائب، يعني ما هي أهم التوصيات التي خرج بها اللقاء الرابع؟ طبعا احنا كثير من الامور طبعا على البرامج الموجود حاليا في برنامج التسهيل، هو طبعا من البرامج المطوره الموجوده حاليا يقدر المواطنين يحصلون عليها يعني بالخدمات الموجوده حاليا، بالاضافه الى تحديد الاراضي والمشاريع الموجوده حاليا. وحبينا احنا نطلع على خطط الوزاره على المحافظات يعني الاربع، بالاضافه الى ان قدموا النواب مرئيات جديده حابين ان شاء الله، وقال الوزاره حابين يدرسونها وان شاء الله راح يردون علينا. طبعا هذه الاجتماعات تكون يعني تكون اضاحيه بشكل كبير للاخوه النواب، وسبق وان جلست الوزاره مع محافظه المحرق ومحافظه العاصمه ومحافظه الشماليه، والان اتى الاجتماع مع المحافظه الجنوبيه. فطبعا هذا يدل على ان الوزاره متعاونه حقيقه. نعم. وهذا يأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد ولي عهد رئيس مجلس الوزراء. نعم. وهذا إن شاء الله نتمنى أن نتطور في هذه الخدمات إن شاء الله. نعم. سعادة النائب محمد الرفاعي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.